موقعا هاما مؤثر في حياتنا السينمائية، فهو الأقدم بين المهرجانات التي أقيمت في مصر، فهذه دورته 62. متميزة فريدة فهمي معانا في بوابة أخبار. أهلا وسهلا، أهلا بيكي. أهلا بيكي. النهارده تكريمك بيمثل لك إيه وحضرتك بتتكرمي في مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته 62؟ بيمثل لي شيء رائع، يعني شيء كبير ورائع وبيسعد، بيسعدني وبيشرح قلبي. يعني فن يا حضرتك رمز كبير طبعا للفنون الاستعراضية، يعني كلمينا أنت إيه رأيك دلوقتي، هل الفن ده لسه موجود دلوقتي؟ أنت شايفة إيه؟ خلاص خلاص اديكي قلتي. ايه رساله ان احنا لازم نهتم بالفن ده؟ ما طبعا، بس رساله بقى هتروح فين؟ هتطير في الهواء. شكرا. بنبارك لك النهارده على تكريم الفنان محمود رضا، على تكريمه النهارده من خلال مهرجان المركز الكسوي. ميرسي، وانا اول مره اجي فمبسوطه وحاجه جديده بالنسبه لي. المهرجان بتاعه هو اعرق مهرجان، هو اول مهرجان سينمائي يتعمل في مصر، فلما يبقى جهه دينيه بتحترم الفن وبتحترم السينما وبتحترم الثقافه وبتعرف قيمتها وبتعرف تاثيرها في المجتمع وانها شيء رساله لا تقل عن الرساله الدينيه، الحقيقه ده شيء عظيم جدا جدا، يخلينا فعلا نكن لهم كل الحب والاحترام والتقدير لحبهم للفن وايمانهم بقيمه الفن وتاثيره في وجدان ومشاعر الناس وفي عقولهم. الفن الهادف الراقي المحترم اللي بيعلم الناس. سعادتي بالتكريم عظيم جدا، لكن انا كنت اتمنى انه اللي كرمني اكتر هي المؤسسات اللي اشتغلت فيها، سواء روزر يوسف، سواء التلفزيون المصري، سواء اوربت. يعني لما اكون انا 37 سنة على الشاشة، اقل ما فيها حد يقول لي شكرا، مش عايز اكتر من كده. ولكن التكريم اللي باخده في الشارع بالنسبة لي أنا أعظم تكريم. ليه؟ لأنه قيمة. على فكرة، بمناسبة أخبار اليوم، أنا لازم أقول لك معلومة. أنا خدت جايزة مصطفى أمين وعلي أمين الرابع، يعني رابع حد خد الجايزة ده من سنين، واللي سلم عليا واداني الجايزة هو مصطفى أمين هذا العملاق الكبير. وبعدين قال لي انت الجايزة دي مش للصحافة، تفتكري خدتها لايه؟ على برنامج تلفزيوني اسمه رباعية لم تتم لصلاح شاهين. شكرا. الاستاذ ممدوح الليسي بيمثلك النهارده في الدوره ال 62 من المهرجان المركز الكاثوليكي. اولا يعني بيمثلك كثير، هو عطاء ووفاء من المركز الكاثوليكي. الوالد كرم على مدار اعوام طويله منذ نشاه هذا المهرجان، وشارك فيه ايضا ايام الاب يوسف مظلوم، فشيء نبيل جدا ووفاء من المركز ان يكرم السيناريست الكبير الراحل ممدوح الليسي كسيناريست وكاديب وككاتب وكمنتج في المهرجان. ده شيء انا بشكرهم جدا عليه. لمسه وفاء. كل سنة وانتم طيبين، وانا مبسوطة ان انا بعد غياب طويل موجودة تاني على ريد كاربت، ويا رب تكون دي مش اخر حاجة ليا. حاسة ان دي البداية بعد سنتين غياب، وان شاء الله خير بإذن الله.
تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي تعرف وتشم وتعرف تتكلم بلدي وتشم